إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، نحن بعد أيام قلائل نستقبل بإذن الله تعالى شهر رمضان، شهر الصوم، شهر الغفران، شهر القرآن، شهر الصدقة، شهر التوبة، شهر فيه كل خير وكل رحمة وكل مغفرة، فكيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ عباد الله، إن لهذه المواسم المباركة مزية عظيمة لا ينبغي أن تمر على العبد وهو غافل، ولا ينبغي أن يدخل فيها العبد وقلبه مليء بالذنوب والمعاصي والأثام. لا بد للعبد من تصفية نفسه وتخليصها من أدرانها، لا بد له أن يطهر نفسه قبل الدخول في هذا الموسم العظيم. عباد الله، إن التوبة إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، واجبة على مسلم في كل حين، وتتأكد في مواسم الطاعات وخاصة شهر رمضان. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لذلك فإن تجديد التوبة قبل مواسم الطاعة أهمية خاصة، إذ التوبة من أسباب تهيئة القلب، وكما قال أهل العلم: لابد من التخلية قبل التحلية. هذا معنى حكمة عظيمة قال أهل العلم: لا بد من التخلية قبل التحلية، كأنه مثلوها بإنسان له ثوب، فقبل أن يعطر الثوب لا بد من غسله. فتخلية القلب وتطهيره من ذنوب الشهوات والشبهات تجعل القلب مستعدا ومهيئا للقيام في تلك المواسم بما أوجب الله عز وجل، بل وتجده أي القلب تجده مقبلا على ربه جل وعلا، وذلك لزوال وجوب الذنوب عنه. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب منهاج القاصدين: إن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. ومن تأمل عباد الله حال التائب قبل موسم الخير تجده إذا دخل الموسم له قلب مستعد ومهيئ لما يوضع فيه من التحلية والخير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. أقول لكم أن الإمام ذي المقيم حقيقة لا يوجد له مثيل في الأمور ذي متاع القلوب والكذب. قال لك: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. لا يمكن أنك إناء مش تعبيه بعطر مثلا وموجود فيه ضد العطر، موجود فيه حاجة روائح كريهة وأشياء كريهة، كذلك القلب. وهذا كما أنه يكون في الذوات والأعيان فكذلك وفي الاعتقادات والإرادات. فلذلك القلب المشغول بمحبة غير الله عز وجل وإرادته والشوق إليه والأنس به
لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا عباد الله، كانت التوبة والتخلي من كل ما يصد القلب عن الطاعة مطلبا مهما لكل لبيب يريد النجاة لنفسه، لينعم بالتالي بالذكر وبالصلاة ويعيش مع النفعات الربانية والمعاني الإيمانية. أيها المؤمنون، كما تعلمون المؤمن والواحد منا ليس معصوما من الخطيئة، وليس في منأى من الهفوة، وليس بمعزل عن الوقوع في الذنب. العيب ليس في الخطأ وفي المعصية، العيب في الإصرار، العيب في عدم الاعتراف بالذنب، أن الإنسان في طريق خاطئ ويقول أنا على صواب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الإمام أحمد. عباد الله، إن من أعظم الأمور المعينة على التوبة أن يستحضر العبد سعة رحمة الله عز وجل، فهو القائل بكتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو القائل سبحانه وتعالى كذلك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهو القائل جل وعلا في حديث قدسي أخرجه الترمذي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي صحيح البخاري كذلك أن سبيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ بامرأة من نساء السبي جاءت تبحث عن صبي لها فقدته، فأخذت تقلب الأطفال واحدا واحدا ثم وجدت طفلها فألصقته في بطنها وأخذت ترضعه. والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يرقبون ذلك الموقف ويرقبون تلك المرأة وهي تذرع والدموع تذرع من عينيها، فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فأنت أيها المسلم وأنت على أبواب رمضان، مهما اقترفت من معاصي ومهما كان عندك من آثام ومن معاصي، لا تقنط من رحمة الله. أنت الآن أمام فرصة لبداية صفحة جديدة مع الله عز وجل. هذه راي فرصة للجميع مهما كبرت ذنوبنا. فلا إله إلا الله ما أعظم رحمة الله عز وجل وما أوسع رحمته. رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. له سبحانه وتعالى 100 رحمة، جعل لنا في هذه الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، حتى قيل في الحديث: حتى إن الدابة لترفع رجلها عن ولدها، لكن رحمة هذه الواحدة. وأخفى لنا وأبقى لنا 99 رحمة لا يوم القيامة تنال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يروى عباد الله في الحديث عن باب التوبة أن رجلا من بني إسرائيل أطاع الله عز وجل 40 سنة ثم عصى الله سبحانه وتعالى 40 سنة، فلما نظر في المرآة رأى الشيب في لحيته فقال: يا رب، أطعتك 40 وعصيتك 40، فهل تقبلني؟ فقيل له: أطعت ربك فقبلك، وعصيته فأمهلك، وإن عدت إليه قبلك. أيها الناس، يجدر بنا ونحن نتحدث عن التوبة
أن نذكر بما قاله العلماء في هذا الباب. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وربه ولا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاث شروط: أولها الإقلاع عن الذنب، ثانيها الندم على ما فات، ثالثها العزم على عدم العودة إلى الذنب أبدا. أما إذا كانت تتعلق بحق آدمي يضاف إليها شرط رابع، وهو أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كان مالا رده إليه، وإن كانت غيبة استحله منها، ونحو ذلك. لذلك دائما يقول العلماء أن أصعب الذنوب هي تلك الذنوب التي تتعلق بحقوق الناس، أنه يأكل أموال الناس بالباطل، أو أنه يغتاب الناس، أو أنه يظلم الناس، هذه من أخطر الذنوب ومن أصعبها. سؤال آخر يطرح نفسه، لأننا نخطئ في مجال التوبة. نحن كثيرا ما نسمع عن العلماء يتحدثون عن التوبة النصوح، فما التوبة النصوح، أعلى درجات التوبة. قال الحسن البصري رحمه الله عن التوبة النصوح: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى، مشجعا على أن لا يعود. وقال الإمام الطيب ابن القيم: النصح بالتوبة يتضمن ثلاث أشياء. أولا، تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. مهمة جدا هذه. الإنسان يحب يتوب توبة النصوح، لابد أن يعمم جميع الذنوب، لأن أحدنا يقول: أنا ربما عندي عدة عيوب، عدة ذنوب، مبتلى والعياذ بالله بربا، مبتلى بنظرة للحرام، مبتلى بالنميمة، يتوب من أشياء دون أشياء. فهنا اختلف في الوضع عند العلماء، أتكون توبته هذه مقبولة أم لا؟ قيل أنه يقبل الشيء هذاك لكن تبقى توبته ناقص. فالتوبة النصوح هي أن تعمم جميع الذنوب، أن تتوب من جميع الذنوب، تستعبد الذنوب بتاعك كله، تقول: يا ربي إني لن أتوب منها الكل. أما أنك تتوب من حاجة وتترك حاجة فهذا من نقصان التوبة. قلنا تعميم جميع الذنوب هذه الأولى، ثانية إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد، ثالثها تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ حاجته وحرمته ومنصبه. أن تكون التوبة خالصة 100% لله عز وجل. يقول ذنون المصري رحمه الله: التوبة النصوح أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار، ثم تضيق عليك نفسك كما أخبر الله تعالى في كتابه: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وقال الجنيد: التوبة على ثلاثة أركان: الندم على ما فات، والعزم على ترك المعاودة لما نهى الله عنه، والسعي في أداء المظالم. وقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: التوبة توبتان، توبة إنابة وتوبة استجابة. فتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفا من عقوبته، وتوبة الاستجابة أن يتوب حياء من كرمه سبحانه. يتوب شيئا، يتوب خوفا من عقوبة الله عز وجل، ويتوب حياء من الله عز وجل. وقال سهل بن عبد الله: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة، ولا يتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال. شفت وذي راه كلام العلماء، راه كل كلمة يسمها من التحليل. لا تتم التوبة، تحب تنجح في التوبة لابد لك من خلوة، لابد أن تركز مع نفسك وأن تصمت، نقص من الكلام الذي لا نفع فيه، وأن تأكل الحلال. فالإنسان اللي يحس نفسه توبته مش قد وأنه كل مرة يتوب ويرجع، يراجع نفسه في الأمور الثلاثة وخاصة في أكل الحلال. وقال أيضا: التوبة ترك التسويف، أن الإنسان يعجل ولا يسوف ولا يقول توبة. جاء رجل قد أسرف على نفسه في المعاصي إلى الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله، فقال له: يا إمام، أريد أن أتوب، فكيف الطريق؟ ماذا أصنع؟ قال له: عليك بخمس خصال لتكون من أهل التوبة.
أما الأولى إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. قال الرجل: سبحان الله، كيف ذلك وهل الأرزاق كلها من عنده سبحانه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال له إبراهيم بن أدهم: هل يجدر بك أن تأكل رزقه وأن تعصيه؟ قال له الأمر الثاني: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فابحث عن أرض ليست لله فاعصيه فيها، ابحث عن مكان مش ملك رب سبحانه واعصيه. فقال له الرجل: يا إبراهيم، إن الأرض كلها لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء، فكيف تقول ذلك؟ فقال له إبراهيم: فهل يجدر بك أن تعصي الله في ملكه؟ الأمر الثالث: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فابحث عن مكان أمين لا يراك الله فيه. فقال له: كيف ذلك يا إمام؟ والله يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال إبراهيم: فهل يجدر بك أن تعصي الله وأنت على يقين أنه يراك؟ الأمر الرابع: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل وجاءك ملك الموت فقل له: أخرني، أخر القبض متاع روحي ولولي مرهة قصيرة. فقال له: يا إمام، كيف ذلك والله يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقال له: أنت تعلم ذلك، فكيف تصر على المعصية وكيف تريد النجاة؟ خامسا: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل وجاءتك زبانية جهنم لتسوقك إلى العذاب فلا تذهب معهم. إذا أنت أصريت على معصية الله عز وجل ولم تمت على توبة وجئت يوم القيامة وأمر بك إلى جهنم وجاءك زبانية جهنم، قل لهم: لا، ما نشيش نتبع. فقال له: كيف ذلك يا إمام؟ فبكى الرجل ثم قال: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. عباد الله، للتوبة فوائد عظيمة، أهمها أنها سبب لمحبة الله عز وجل. يقول جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانيا: التوبة سبب للخروج من دائرة الظالمين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثالثا: التوبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. والتوبة، نحن على أبواب رمضان، سبب لمحو جميع الذنوب. أخرج ابن ماجة في سننه بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. خامسا: التوبة سبب في أن يبدل الله سيئاتك حسنات. يقول تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والتوبة، ونحن الآن نشكو ضيق الرزق ونشكو انعدام البركة، التوبة سبب في الرزق والقوة والبركة. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التوبة عباد الله سبب في الحياة الهادئة المطمئنة، أن الإنسان يعيش في سكينة وفي طمأنينة التي فقدها أغلب المسلمون اليوم. يقول تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. التوبة أخيرا تطهر قلب صاحبها. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعب على قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى في قوله: كلا والران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وقدروا النعمة التي أنتم مقبلون عليها. إنه موسم الخيرات والبركات، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الجان. أيها المسلمون، كيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ أول ما ينبغي أن نستقبل به هذا الضيف الكريم هو كما بينا في الخطبة الأولى التوبة النصوح. ولكن ماذا بعد التوبة؟ التوبة هذه أول خطوة يبدأ بها الإنسان، ثم ماذا بعد ذلك؟ لا بد كذلك من نية صادقة ومن همة عالية. صيامك لرمضان لا بد وأن يكون إيمانا واحتسابا، كما قال عليه الصلاة والسلام، ليس صيام العادة اللي دأبت عليه بلادنا وعامة الناس، أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، لأن صيام العادة هذا لا يؤدي الدور المطلوب. أن يكون هدفك من الصوم هو أولا وقبل كل شيء مرضاة الله عز وجل، أن يكون هدفك من الصوم نيل ثواب الله عز وجل ومغفرته، هذا ما معنى إيمانا واحتسابا. ولا بد كذلك مع النية الصادقة لا بد من همة عالية، النية ثم الهمة العالية، لا بد من عقد العزم على اغتنام كل لحظة من لحظات رمضان وعمارتها بالأعمال الصالحة. خطط لنفسك من الآن كيف ستقضي أيامك ولا يليك في رمضان. المؤمن الصادق لا بد له أن يخطط. أعداء هذا الدين والذين يريدون ترويج الرذيلة والفساد وتدمير هذا الدين يروجون ويستعدون لرمضان قبل أشهر. لماذا يستعدونهم؟ يستعدون بالعري وبالمسلسلات الفاضحة والبرامج الهابطة. فالحري بالمؤمن أن يستعد لرمضان وأن يخطط له بالأعمال الصالحة. لا نتحدث هنا عن الفرائض، الفرائض أمرها مفروض منها. الصلوات الخمس في جماعة هذه ما نتكلموش عليها وما نعودش نتكلم عليها واقع. بر الوالدين، صلة الأرحام، إتقان العمل، إتقان العمل وما أدراك ما إتقان العمل، هذا من الفرائض في رمضان وفي غير رمضان، هذا مفروغ منه. نحن نتحدث عن النوافل، عن السنن وعن النوافل. أين ستصلي التراويح؟ كم ستقرأ من جزء من كتاب الله عز وجل في كل يوم؟ كم ستستغفر؟ كم ستسبح؟ بكم ستتصدق في كل يوم؟ برنامجك في الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله عز وجل والله هي ليست من السنن في هذا العصر، بل هي من الواجبات، لما نرى فيه من تشبيه لدين الإسلام، ولما نرى فيه من حملات لتشبيه الإسلام بكل طرق، فما ليشوه الإسلام مباشرة، وفما ليشوه الإسلام بطريقة غير مباشرة بعرف إسلام غير صحيح وبالإسلام غير الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الدعوة أصبحت اليوم واجبة على كل فرد منه، دعوة أن تبين لأبنائك ولزوجاتك ولإخوانك الإسلام الحقيقي وأخلاق الإسلام والفهم الحقيقي للإسلام، لا الفهم القاصر. اجعل لنفسك برنامج حتى كتيب تقرأه أنت وعائلتك وأبنائك، عوض البرامج الهابطة، أحاديث نبوية، كتاب سيرة، كتاب سيرة صحابة، تفسير قرآن، أن تجعل في كل يوم جزء ولو بسيط معناها تقرأه مع أخوانك ومع أهلك. ومما ينبغي لنا كذلك أن لا ننسى أن نستقبل به رمضان شكر الله تعالى، ننساه هذا كثيرا. ينبغي لنا عباد الله أن نستحضر أن بلوغنا رمضان وأن صيامه وقيامه أولا وقبل كل شيء هو توفيق من عند الله عز وجل وحده، وأنها نعمة من عند الله عز وجل يعجز القلب واللسان عن شكرها. فكم من رجل كان يصلي بجانبنا، كان يصلي معنا في العام الماضي، هو الآن يركض في التراب. ولو قيل له تمنى شيء، لو قيل يجيب واحد من القبور، من أهل القبور، ممن كان يصلي معه، لو يرد
ترد له روح ويقال له تمنى حاجة. أكيد أنه سيقول أتمنى ولو ساعة من رمضان. ونحن الآن ربي سبحانه أمد في أعمالنا وأعطانا الصحة أعطانا العافية، فبالتالي نشكر الله عز وجل ونعقد العزم. ومما كذلك ينبغي لنا أن نستقبل به رمضان كثرة الدعاء. فالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية أخرى الدعاء مخ العبادة. أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بالثبات، وأن ندعو الله تعالى بالقبول مهما عملنا مهما اجتهدنا فيما لا ننسى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا. ولا ننسى كذلك كما قال أهل العلم أن للصائم دعوة مستجابة، وذلك في كل يوم من رمضان. وأنت معناها مع أذان المغرب تذكر الله سبحانه وتعالى بدعوة مستجابة لك ولأهلك ولأمتك خاصة. نقطة أخيرة، يوم الأحد إن شاء الله تعالى باش تكون لنا محاضرة بين المغرب والعشاء للشيخ الأستاذ الحبيب بن طاهر، يعني بين المغرب والعشاء العشاء إن شاء الله تعالى. بالنسبة لصلاة التراويح كما تعلمون ديما احنا نبدأ في ليلة رمضان، معناها وقت اللي يعلن عن رمضان احنا مباشرة نشرع في صلاة التراويح. معناها إذا كان رمضان من الأربعاء باش تكون التراويح من الثلاثة نهار الثلاثة الليل، إذا كان رمضان بالخميس باش تكون صلاة التراويح ابتداء من الأربعاء إن شاء الله تعالى. ما بعد عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي ترضى به عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة من جميع الذنوب والمعاصي والآثام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بهذه البلاد خيرا توفقه إلى كل خير، ومن أراد بها غير ذلك فخذه أخذ عزيز المقتدر. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم اجعل الدائرة على الصهاينة ومن والاهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهر شكر على الصهاينة وأتباعهم من العرب، اللهم اجعله شهر شكر على الصهاينة ومن بايعهم من العرب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أزد قوتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.